أنتم تعلمون أن الجوائز في الوطن العربي قد كثرت، وأنها تواجه مجموعة من التحديات، وفي الوقت نفسه لها دور مهم في خلق فرص وإيجاد حركة فاعلة في حركة التأليف العربي وفي حركة النشر العربي أيضا. وهي ككل ظاهرة تتحول وتتغير في ضوء المستجدات الثقافية التي تواجهها، وهذه من طبيعة الأشياء، لأن كل جائزة لا بد أن يكون لها منظور عندما تبدأ، ولكن هذا المنظور يجابه على أرض الواقع عددا من التحديات ومجموعة من الفرص، ولا بد للجائزة أن تعيد بناء ذاتها في ضوء ذلك كله. ومعنا في هذه الأمسية مجموعة من الخبراء الأساتذة أمناء عام الجوائز، وهؤلاء يعني لهم بصمات وأيادي بيض على الثقافة العربية وعلى حركة الجوائز في الوطن العربي. ويسرنا في مركز أبو ظبي للغة العربية وفي معرض أبو ظبي للكتاب أن نستضيفهم وأن نرحب باسمكم بهؤلاء النخبة لكي يلقوا أضواء كاشفة على هذه المسألة، ولكي يقدموا لنا تصوراً عن الراهن والمستقبل فيما يخص هذه الإشكالية وهذه الظاهرة على وجه التحديد. معي نخبة من الأساتذة، اسمحوا لي أن أرحب بهم. سعادة الأستاذ الدكتور علي بن تميم، أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب ورئيس مركز أبو ظبي للغة العربية، الأستاذ الدكتور أسعد عبد الرحمن وهو عضو مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي لمؤسسة فلسطين الدولية، الأستاذ الدكتور عبد العزيز السبيل أمين عام جائزة الملك فيصل وأمين عام منتدى الجوائز العربية، سعادة الأستاذ علي خليفة الأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في البحرين، الأستاذ طالب الرفاعي وهو رئيس مجلس أمناء جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في الكويت، وأخيراً وليس آخراً الأستاذ الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة في مصر، وهو الجهة المسؤولة عن هذه الجوائز في مصر العربية. أرحب بهم جميعاً ويعني أشكرهم على مشاركتهم في هذه الندوة، وأبدأ في البداية بطلب أو بأمنية بأن يتقدم كل أستاذ من هؤلاء الأساتذة بأن يعرف نفسه وأن يقدم تعريفاً للجائزة التي يتولى إدارتها والإشراف عليها أو أمانتها. ونبدأ بالدكتور هشام عزمي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي بداية أن أتقدم بخالص آيات التعازي للأشقاء في دولة الإمارات العربية لوفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تغمده الله بواسع رحمته، كما أتقدم بكل التهنئة للأخوة والأشقاء أيضاً في الإمارات على تولي سمو الشيخ محمد بن زايد المسؤولية، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقه الله في ما هو آت. أيضاً أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز اللغة العربية في أبو ظبي على دعوته الكريمة لي للمشاركة في هذه الندوة المهمة، وسعيد الحقيقة بوجودي وسط هذه النخبة المتميزة من الأساتذة الأعزاء. باختصار، في مصر المجلس الأعلى للثقافة
هو الجهة المنوط بها الإشراف على جوائز الدولة. ليست جائزة نجيب محفوظ لأنها لها طبيعة خاصة وآتي إليها في ثوان، لكن الجوائز الدولة في مصر تبدأ بجائزة النيل، وهي أعلى وأرفع جائزة تمنحها الدولة للمبدعين والمفكرين والمثقفين. وبصفة عامة ولكي لا أكرر سأقولها مرة واحدة، أن المجالات الرئيسة التي يمنح فيها المجلس الأعلى للثقافة جوائزه هي مجالات الأدب والفنون والعلوم الاجتماعية. لدينا بعد جائزة النيل جائزة الدولة التقديرية في الفروع الثلاثة التي ذكرت، ثم جائزة التفوق، ثم أخيرا جائزة الدولة التشجيعية، وكما يظهر من اسمها هي موجهة أساساً لفئة الشباب دون الأربعين، وهم يتقدمون بأعمالهم للحصول على هذه الجائزة. هذا عن جوائز الدولة باختصار شديد جداً لأن لها تاريخ طويل وممتد. لكن إلى جانب هذه الجوائز استحدثت جائزة مهم أيضاً أن أذكرها، هي جائزة النيل للمبدعين العرب، وقد تم إضافتها إلى الجوائز عام 2017، وفتحت المجال للمبدعين والمثقفين الأشقاء من كافة الدول العربية للحصول على جائزة النيل من مصر. إلى جانب هذه الجوائز لدينا عدة جوائز أخرى، لعل من أهمها جائزة نجيب محفوظ للرواية، وهي مفتوحة إلى جانب المصريين أيضا للأشقاء من الدول العربية، وهي بهذه الصفة عضو في منتدى الجوائز العربية، إضافة إلى الجائزة الأخيرة التي ذكرتها ضمن جوائز الدولة، وهي جائزة النيل للمبدعين العرب، لأنه هذا هو الشرط أن تكون الجائزة مفتوحة للتقدم من قبل المبدعين في كافة الدول العربية. إلى جانب ذلك لدينا جائزة أخرى باسم الراحل الكبير يوسف إدريس، لدينا جوائز في الرواية وفي القصة وفي الشعر على هامش المؤتمرات الدولية التي يتم تنفيذها كل فترة زمنية كل عام أو عامين. هذا باختصار شديد عن الجوائز التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة. شكرا جزيلا أستاذ طالب الرفاعي. مساء الخير. أتقدم حقيقة بالتعازي للأخوة الشعب الإماراتي برحيل القائد سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تقمده الله بواسع رحمته، ونتمنى للشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد الجديد للإمارات أن يكمل هذه المسيرة المباركة، وأن تستطيع دولة الإمارات العربية المتحدة أن تخطو بخطوات كبيرة إلى الأمام إن شاء الله، إلى النجاح وفي كل مناحي الحياة. أنا هنا أمثل جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، وهي جائزة كويتية تأسست عام 2015 وتختص فقط في القصة القصيرة العربية، وهذا التأسيس جاء نظراً لأن جنس الرواية حاز على العديد من الروايات، على العديد من الجوائز العربية، مما قلص الاهتمام والحضور لفن القصة القصيرة، وهو فن جميل ومهم وكبير. ونحن في الدرس نقول بأن فن القصة القصيرة يكاد يكون واحداً من أصعب الفنون الأدبية. لذا أنبرة الكويت ممثلة بدءاً بجامعة الأيوكي الجامعة الأمريكية في الكويت، ثم جامعة الشرق الأوسط في الكويت، لتقديم جائزة للقاص العربي، فهي جائزة تمنح للقصة القصيرة العربية سنوية. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا. أنا الأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، والاسم عيسى هو سمو الأمير الراحل أمير البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، أنشأها جلالة ملك البحرين ولتكون
في مجال الخدمة الإنسانية وتمنح لفرد ومؤسسة أو جهة تعمل في ميدان الخدمة الإنسانية بحيث تكون هذه الخدمة الإنسانية شاملة وتغطي مجالات الحياة المختلفة في الحياة الإنسانية بغض النظر عن الدين أو اللغة أو عن الانتماء بعيداً عن السياسة. قيمتها $1,000,000 أمريكي وتمنح كل سنتين مرة، وقد منحت لأكثر من، إحنا الآن في الدورة الخامسة، منحت لممرضة من ماليزيا، ومنحت لطبيب من الهند، ولرجل خير من باكستان، ومنحت لمستشفى سرطان الأطفال في مصر، وعدة دورات حقيقة تمثلها، لها مجلس أمناء ولها لجان تحكيم لكل دورة من الدورات. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير جميعا. الحقيقة أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لكم دكتور علي بن تيميم على كريم الدعوة وعلى أن ضممتني إلى هذه المجموعة من الإخوة الزملاء لنتحدث عن هموم الجوائز العربية. أنا أمثل جائزة الملك فيصل، وهي جائزة تجاوزت 4 عقود من عمرها، وهي تجمع بين الجانبين العلمي والإنساني في نفس الوقت. فلدينا خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية بمفهومها الواسع، واللغة العربية والأدب والطب والعلوم، ويتمنح بشكل سنوي في واقع الأمر. شكرا دكتور على الدعوة الكريمة، وأبدأ بالتعازي بالشيخ الراحل وبالتهاني بالشيخ محمد بن زايد، وإن شاء الله الإمارات تبقى في تألقها الذي نعهده. نحن في مؤسسة فلسطين الدولية، وهي مؤسسة ذات نفع عام، نتحرك على 9 محاور، أحدها الجوائز. وجوائزنا 6 جوائز تتعلق بالشعر وبالأدب وبالكاريكاتير التصوير الفوتوغرافي وما إلى هنالك. بعضها الإقبال عليه أصبح دوليا، بمعنى أن كل الداعمين لهذا الفن من الفنون التي نتناول، مثل جائزة ناجي العجل علي للكاريكاتير، أو جائزة إدوارد سعيد لمناهضة الفكر الاستشراقي وغير ذلك، تشارك بها جماهير تتخطى حدود الوطن العربي. وكما قلت، نحن نتحرك من الأدب والرواية والشعر والفكر والكاريكاتير والتصوير الفوتوغرافي، وهي جوائز كل عام. ونحن أيضا نفخر بأننا عضو في منتدى الجوائز العربية. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالضيوف الأجلاء ترحيبا كبيرا، وللدكتور عبد العزيز السبيل كل التحايا، لأنه هو الذي جمعنا بالأساتذة الأفاضل في الرياض حينما وجد بضرورة استحداث منتدى للجوائز العربية لمزيد من التنسيق. ويبدو أن ما دعاه إلى ذلك الفرص التي يمكن أن يحققها هذا المنتدى، وأن نتلافى التحديات الكبيرة والكثيرة
التي أشار لها إليها الدكتور خليل الشيخ قبيلة أن يتحدث الزملاء. وأرحب بكم أيضا. وقبيلة 16 عاما ثمة تحول ثقافي كبير قد جرى في إمارة أبوظبي عندما تولى الشيخ محمد بن زايد وليا للعهد. فآنذاك أريد لحركة الثقافة وتحديدا الكتاب أن تتطور وتتجدد وتحقق مزيد من الإنجازات في قطاع النشر وصناعة الكتاب. فتم إبرام اتفاقية مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب لتطوير، مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب من خلال استحداث شركة سميت آنذاك شركة كتاب. ثم اجتمع الخبراء فقالوا لدينا معرض كبير وفيه الخبرات الكبيرة، فماذا يمكن أن نفعل حتى نعزز ونجدد ونطور مسألة البحث والإبداع وفي صناعة الكتاب في العالم العربي بشكل عام؟ فتم إطلاق بدعم سخي مشروع كلمة للترجمة آنذاك بهدف ترجمة 100 كتاب من كل عام. وفي الوقت نفسه تم إطلاق مشروع أو مشاريع جديدة لدعم التأليف، وتم أيضا في هذا الوقت في نفس الوقت إطلاق جائزة الشيخ زايد للكتاب. فهي أتت ضمن منظومة متكاملة تتبع لدار الكتب، وهذه المنظومة المتكاملة تريد أن تحيي صناعة الكتاب من جوانب عدة، من جوانب من جانبها المعرض اللي هو الوسيلة الوحيدة لتوزيع الكتاب كما تعرفون في العالم العربي، والترجمة وهي الوسيلة ربما الأهم لمجابهة الضعف الشديد في حركة التأليف العربي، ثم الجائزة لتكرم المبدعين وتقدرهم. ووضعت لها 9 فروع، فهي جائزة تقوم على التنوع في فروعها، ثم وضع لها في الوقت نفسه نظام حوكمة حتى تسير على طريق صحيح، وحتى لا تقع أو حتى يعني لا تكون جائزة تخلو من المعايير وتتبع التجربة المهمة للجوائز التي تفضل الزملاء بتقديمها. شكرا. شكرا جزيلا للأساتذة الكرام على هذا العرض المفيد والممتع والثري فيما يخص هذه الجوائز التي تفضلتم بالإشارة إليها. الحقيقة سأسأل سؤالا وأرجو أن تتفضلوا بالإجابة عليه بقدر من الإيجاز بما هو معروف عنكم من الدقة والإيجاز معا. سؤالي هو أن الموقف من الجوائز العربية عموما موقف خلافي، فهناك من يرى أن الجوائز الكثيرة استطاعت أن تشكل رافعة
للثقافة العربية، بمعنى أنها استطاعت أن تقدم دعماً قوياً للمبدعين ولدور النشر معاً، واستطاعت أن تحيي مجموعة من الإبداعات التي ما كان لها أن تتبلور لولا وجود هذه الجوائز. فالجوائز العربية إذن في مجموعها تجمع بين التكريم والتشجيع بهذا المعنى. وهناك رأي آخر يرى أن الجوائز العربية ربما قد أفسدت الكثير من جوانب الحياة الثقافية على نحو من الأنحاء يمكن أن نفيض فيها، ولكن لا داعي لذلك. بمعنى آخر، الجوائز العربية تقدم فرص وتواجه مجموعة من التحديات. نبدأ الأول بالقول، يعني ما هو منظوركم لذلك؟ هل استطاعت الجوائز العربية أن تلقي حجراً في البركة الراكدة وأن تحرك المياه في حركة الثقافة العربية عموماً؟ نبدأ بالدكتور هشام أيضاً. شكراً. وباختصار، الحقيقة يعني دعونا نتفق بداية أن فكرة الحافز والإثابة على مدى التاريخ فكرة امتدت ورسخت في كل المناحي وكل المجالات، وهي حافز ومشجع ودافع لمزيد من التطوير والإبداع في كافة المجالات بغض النظر عن عمر الإنسان أو المجال الذي يعمل فيه أو حتى عن شكل الجائزة وقيمتها. هذه واحدة. الثانية أن مجال الإبداع في الثقافة ومجال الأدبي على وجه الخصوص ليس استثناء، وبالتالي فإن وجود محفز وإثابة تتمثل في الجوائز العربية التي زاد عددها بالمناسبة في السنوات العشر الأخيرة زيادة كبيرة، ربما هي التي أفرزت هذا الخلاف وهذا النقاش حول مدى جدوى الجوائز العربية. لكنها أصبحت حقيقة واقعة، ولا أستطيع أن ننكر أن الجوائز العربية كما هي الآن أصبحت قوة محركة وأثرت في تغيير المشهد الإبداعي الثقافي، وأصبح لها دوراً مؤثراً على الساحة الثقافية في مجموعها. الإيجابيات يقيناً أن الفائزين بالجوائز وهم المحظوظون دائماً ما يحظون باهتمام، يحظون برعاية. وأنا لا أتحدث فقط بالمناسبة عن القيمة المادية للجائزة، لأن هذه بالنسبة لي ربما تأتي في آخر السلم، لكن الحقيقة أن ما يحظى به الفائز وما يحظى به العمل الفائز من رعاية واهتمام في الفترة التي تلي الجائزة متمثلا في تعريف الكاتب وتعريف بعمله ليس فقط في حدود وطنه ولكن على امتداد الوطن العربي الكبير وأيضا ربما خارج حدود هذا الوطن، ليس فقط العمل الفائز، لأن التعريف بالمؤلف ربما سيلفت الأنظار أيضا من قبل جمهور القراء إلى الأعمال الأخرى التي نشرها نفس المؤلف، وهذه أيضا إيجابية. توسعة القاعدة القرائية والتأثير على المنتج، لأن كلما تحدثنا عن جوائز وإبداعات كلما تأثرت أيضا حركة النشر وسوق النشر بمزيد من لأن الناشرين أيضا يتأثرون وهم أيضا يتم تحفيزهم من خلال الجوائز، والآن بنشهد أن هناك بعض الناشرين حتى بيكونوا أصحاب نصيب أو نسبة على الأقل من الجوائز التي يتم الحصول عليها. لكي لا أطيل، موضوع الترجمة أيضا للأعمال الفائزة وبيفتح باب مهم جدا للتواصل مع الناشرين في الخارج. أيضا أن الفائز بيحظى باهتمام في الوسط الثقافي بحيث بيتم مشاركته في لقاءات ومحاضرات ومؤتمرات، الوضع بيختلف تماما وكلية عن وضعه قبل الجائزة، وهذا أيضا وهذه نقطة مهمة جدا بيفتح آفاق للتواصل وبيمد جسور التواصل بينه وبين أقرانه من الدول المختلفة بيلتقوا في مقتليات، وده أيضا بيفتح آفاق جديدة للتعاون. فإذا باختصار موضوع الإيجابيات لا يمكن إغفاله، لكن إذا كان هناك من يعني نقد يوجه ربما هو لا يوجه لمبدأ أو فكرة الإثابة والحافز في حد ذاتها بقدر ما يوجه إلى مدى الحيدة والنزاهة والموضوعية التي تتمتع بها الجائزة. شكراً.
الحقيقة الحديث عن الجوائز بإيجابياتها وسلبياتها هو حديث صحي للحالة الثقافية. أنا دائما أقول الجائزة هي مشروع خير للكاتب والناشر والجمهور القراءة وساحة الثقافة في وسط عالم عربي مطحون اقتصادياً ومالياً وعسكرياً وحرب، يعني تضحية كبيرة وبطولة أن نجد كاتب عربي، وتضحية كبيرة وبطولة أن نجد ناشر عربي. مجتمعاتنا العربية الحقيقة تعيش لحظة تاريخية مؤلمة، الحروب، الهجرة، الجوع، يعني أهم الدول العربية تعاني من كهرباء ما فيها، ماء ما فيها، مدرسة ما فيها، جامعة ما فيها، تاكسي ما فيها. لذا في هذه الأجواء البائسة المؤلمة أن تنبري مجموعة ما أو منبر ما أو هيئة ما لإعطاء الكاتب جائزة فهذا شيء عظيم الحقيقة، خصوصا وأن الكاتب العربي يعاني من الويلات، سقف حريات متدني. هناك من دفع حياته لأنه كتب قصيدة، في مجتمعات سقف متدني للحريات، أن يأتي شخص يكتب فهذه بطولة. في مجتمعات ليس فيها تفرق، الكاتب يسوق سيارة سائق عربة، الكاتب أيضا يعمل في أي مؤسسة، ليس هناك كاتبا متفرقا يستطيع أن يعيش من الكتابة، ندرة نادرة، يمكن يعدون على نصف أصابع اليد الواحد الكتاب العرب اللي الآن يعتاشون من الكتابة، إنما معظم الكتاب العرب هو يشتغل موظف ويكد ويتعب ويتألم لكي يعيل أسرته، وإذا ما تيسر له وقت فهو سيذهب إلى الكتابة. إذن الكاتب العربي بطولة بحد ذاته، أن تأتي جائزة وتقدم دعماً وعوناً فهذا شيء عظيم الحقيقة. وأنا إذا كان زميلي دكتور هشام يقول بأن الوضع المالي أو القيمة المالية للجائزة مش مهمة، لا مهمة جداً، كتاب العرب فقراء كلهم، وبالتالي أي دعم مالي هو دعم إنساني كريم ونبيل. هناك من اشترى سيارة، هناك من اشترى بيت، وهناك من عائل أسرة من الجائزة. لذا أن تدعو كاتب عربي وتعطي شهادة أنت ما قاعد تسوي له شيء الحقيقة. المبلغ المالي هو من يعين الكاتب العربي على الحياة، وهذا أقل شيء تقدم الشعوب التي عندها بحبوحة من العيش. ولكن المفاجأة حينما تفضل الأستاذ الدكتور عبد العزيز بيل بفكرة منتدى الجوائز، وجدنا أن في كل الجوائز في كل الدول العربية الفقيرة والغنية فيها جوائز، في السودان جوائز، في المغرب جوائز، في البحرين، كل الدول العربية، يعني نادراً الآن تجد دولة عربية ما فيها جائزة. وهذا يعني أن بالرغم من كل الأوضاع المؤلمة هناك من ينتبه ويقدر قيمة الجائزة. لذا أنا مع الجائزة. هناك إشكالات، هناك شللية، هناك محابات، هناك أحياناً يأتي كاتب يأخذ جائزة لا يستحقها، هذا موجود، ولكن ليس موجوداً فقط بالوطن العربي، هذا موجود في كل العالم. لذا أشدد على أهمية الجائزة وأهمية دعم المبدع، وأن هذا ساهم مساهمة كبيرة بأن يكون رافع للنشر. أمس معنا صديقنا العزيز أستاذ بشار شبارة، وأيضاً الأخ العزيز دار دراسات، الجميع يجمع على أن الكتاب الذي يفوز بجائزة يحقق مبيعات كبيرة جدا. لذا انعكست جائزة انعكاسا إيجابيا واضحا على سوق النشر العربي. شكرا. في تصوري أن يعني الجوائز العربية ليست بدعة، في فرنسا مثلا في أكثر من 1000 جائزة ترعاها الدولة وترعاها مؤسسات أخرى، وهي عريقة في منح الجوائز وفي تطوير الأدوات التي ترفع من قيمة الجائزة ومن أساليب التحكيم للجائزة. في تصوري أن الجوائز العربية رافد جديد الآن خلال السنوات الأخيرة يعلي من قيمة
الإبداع في حد ذاته بالدرجة الأولى، ويعطي أهمية للنشر، لأن دور النشر في الوطن العربي كانت تعاني لفترات طويلة جداً، تعاني من كثير من الأمراض وكثيراً من الكساد كذلك، والكتاب أنفسهم يعانون الكثير من أجل طباعة كتبهم بشكل عام، يستدينون من هنا وهناك لطباعة كتاب، ويعملون بأنفسهم لتوزيعه، ويحملون كتبهم وينشرونها معهم أينما ذهبوا، وهذا قصور كبير في بلدان الله أعطاها الخير. في تصوري إن الجوائز العربية ضرورة، وضرورة ملحة، وأهم من كل شيء هو العمل على تطوير هذه الجوائز وخلق أدوات تحكيمية راقية تبتعد بهذه الجوائز عن أي نوع من أنواع القصور أو النقد. وأنا في تصوري أن هذه الجوائز هي فعلاً أداة لحقيقة لرفعة الوطن نفسه في أي مكان توجد فيه هذه الجائزة، وهي ترفع من قيمة الإبداع، وتعمل على ترويج للكتاب، وعلى خلق قراء جدد باستمرار، نلفت النظر إلى نظر هؤلاء القراء إلى من يتميز في الإبداع ومن يصل إلى درجات عليا من العمل الإبداعي. شكرا. شكرا جزيلا. أنا لا أعتقد فكرة قيمة الجوائز وأهمية الجوائز، أنا لا أتصور أنه هذا السؤال فعلا يجب أن يطرح. الحقيقة نحن نكاد أجزم أننا بالإجماع ندرك أهمية هذه الجوائز، مع اختلافات في وجهات النظر في يعني سير بعض الجوائز ضمن، خصوصا عند بعض الأشخاص الذي يتوقع أن يفوز فلا يفوز، فبالتالي يحدث بعض اللغط، وهذه من القضايا التي نحن نناقشها في منتدى الجوائز العربية بشكل كبير ودائما نطرحها، وهي فكرة ثبات لجان الجوائز الحقيقة، أو تغير اللجان. هذه من الأشياء المهمة جدا الحقيقة. استمرار اللجنة لسنوات طويلة في جائزة ما، قد يرى البعض بأنها تتجه نحو اتجاهات معينة أو اتجاهات لأشخاص محددين، ولذلك نحن نسعى في منتدى الجوائز العربية إلى فكرة فعلا عدم ثبات لجان الجوائز العربي، دون أن نحدد السنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة لكل جائزة حريتها، ولكن الثبات حقيقة ممكن يكون عامل سلبي في النظر البعض للجوائز. الجانب الأهم الحقيقة، الجوائز تلعب دورا كبيرا في التسويق، وأنا لا أتحدث عن تسويق التجارة، لكن أتحدث عن التسويق بشكل عام الحقيقة. الجوائز عرفت بشخصيات كثيرة ربما كانت موجودة لكن لا يعرفها. دعوني وأمامي أستاذة الجليلة الدكتورة سوزان ستكيفيتش، على مدى 40 عاماً وهي عاكفة في مكتبتها في جامعة إنديانا والآن في جورج تاون، تكتب عن الشعر العربي وأبو تمام وعن وعن وعن، وأخرجت العديد من الكتب، المتخصصون يعرفونها، لكن الجمهور القرائي في واقع الأمر لا يعرف من تكون سوزان ستكيفيتش. ولذلك قبل 3 سنوات حينما فازت مع البروفيسور ياروسلاف ستكيفيتش بالشخصية الثقافية في جائزة الحقيقة الشيخ زايد، ولهم الشكر والتقدير، فازت أيضا هذا العام بجائزة الملك فيصل، لأن موضوع الجائزة كان عن الدراسات العربية النقدية باللغة الإنجليزية. فبالتالي أصبحت سوزان، تسمح لي الحقيقة، أصبحت نجما في العالم العربي، أصبحت نجما عند هؤلاء المهتمين بالأدب العربي، وأصبح الناس يلتفتون إليها. أنا لا أتحدث عن الجانب المالي الذي ساعدها في أن تقيم أشهرا في مصر أو تقيم أشهرا في الأردن لكي تقوم بمزيد من البحوث، لكن الحقيقة الجمهور عرف ذلك. وكما أشار الزملاء، حينما يفوز كتاب أو حينما نحن اليوم لا أقول فوجئنا، ولكن أسماء لم نكن، وأنا أقولها بكل صراحة، بعض الأسماء التي فازت بجائزة الشيخ زايد شخصيا أنا سعدت بالتعرف عليها وبالتعرف على كتبها. فنحن نعتبر نفسنا أو نعتبر أنفسنا متابعين للنشر وللنشاط، ولكن الحقيقة تفاجأ بأن هناك كتابا صدر في المغرب لا يعرف عنه سوى الجائزة. فوجود الجوائز مهم جدا في أصبحت تتجه إليها الأعمال
جيدة، وبالتالي حتى لو اتجهت إليها أعمال رديئة لن يتم اختيار إلا الكتاب الجيد. فأنت إذا تقدم للجمهور الحقيقة كتب ذات نفع عام وذات قيمة، بحيث إننا نلحظ الآن في جوائز القصة القصيرة جائزة الملتقى، حينما يعلن الأستاذ طالب الرفاعي عن القائمة القصيرة في الملتقى يتسابق كتاب القصة القصيرة للبحث عن هذه القصص، لأنه الكم أمامنا نحن الحقيقة آلاف من المجموعات القصصية، ومن يقيم هذه؟ وكيف أعرف أنا كمبتدئ أو كمهتم بالقصة قيمة هذه؟ لكن حينما تكون صدرت من جائزة معتبرة، ناهيك أن يفوز واحد من هؤلاء الكتاب، فبالتالي أنا أصبح لدي نماذج في الرواية، نماذج في القصة، وكلنا يدرك والناشرون يدركون ذلك أكثر منا، يسجلون على الغلاف ضمن القائمة القصيرة في جائزة كذا وجائزة كذا وجائزة كذا كجانب تسويقي أيضا، لكنه ليس فقط تسويقي تجاري، هو تسويقي معرفي، تسويقي علمي. أنت تلفت النظر للقارئ الذي قد لا يتمكن من الحكم، أو يحتاج أن يقرأ 50 كتابا في علم الاجتماع ليحدد أن واحدا منها الأفضل، ولكن حينما تأتيه الجائزة وتقول أن هذا في علم الاجتماع وهذا في مجال الرواية أو هذا في مجال كذا، إذن هو حدد بشكل كبير قيمة هذه الجوائز. ولذلك الحقيقة أشعر أننا في الجوائز نسهم مع الجمهور في تقديم الشخصيات، والأهم من ذلك هو تقديم هذا المنجز العلمي أو الأدبي. الحقيقة ليست فقط تقديم الأشخاص، نحن لا نقدم أشخاصا، نحن نقدم علما، نحن نقدم إبداعا بصرف النظر عن من قام به الحقيقة، سواء كان في موضوع العلوم والطب وغيرها أو في مجموع العلوم الإنسانية بشكل عام. ومن حسن الحظ أن الجوائز العربية كما ربما يعرف كثير منكم، بعضها جوائز تصدر من الدولة، وبعضها جوائز تصدر من القطاع الخاص، وبعضها تصدر من جمعيات أو من هيئات خيرية مثل جائزة الملك فيصل، هي تصدر عن مؤسسة الملك فيصل الخيرية كأحد أذرعتها ضمن مركز الملك فيصل وجامعة الفيصل وجامعة عفة ومدارس الفيصل، منظومة علمية تعليمية تقديرية لهؤلاء الفائزين. فبالتالي هذه الجوائز في معظمها، لا أستطيع الحقيقة أن أعمم بشكل كامل، لكن في معظمها والله الحمد تسير في أطر تنظيمية رائعة. قد نختلف نحن في فوز فلان دون آخر، ولكن في حقيقة الأمر هي تمثل حضورا ثريا في عالم الثقافة العربية وفي العلوم بشكل عام، لأن هناك جوائز كثيرة الحقيقة تتجه للعلوم الطبيعية. وشكرا جزيلا. شكرا أخي الكريم. من ناحية المدخل للإجابة عن الأسئلة التي تفضلت بها، أود أن أؤسس على ما قاله الدكتور طالب عن بؤس الحال العربي بكل معانيه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى آخره. وإذا كانت هناك ضحايا وبطولات وأنا أتفق مع ذلك، فإنني في أعمق أعماقي حزين على ضحية كبرى هي اللغة العربية. اللغة العربية سيداتي سادتي كما تعلمون هي في حالة تقهقر مفجع، وهذا يؤثر على حركة النشر ويؤثر على الجوائز ويؤثر على مجمل الحياة الثقافية، لأن اللغة هي في النهاية وعاء حضاري. نحن نعلم أنه سواء في القطاع العام في الوطن العربي أو في القطاع الخاص هناك مأساة بالنسبة للغة العربية، وفي المدارس الخاصة هناك صعود في اللغة الأجنبية الأخرى، بحيث ينشأ ابن هذا القطر العربي أو ذاك في حالة اغتراب كامل عن لغته، يتقن اللغة الإنجليزية، يتقن اللغة الفرنسية، ولكنه لا يتقن اللغة العربية، ناهيك عن القطاع العام الذي فيه أغلبية الطلبة والمذبحة
التي تتعرض لها اللغة العربية بكل تداعياتها على الترجمة، على النشر، على الإبداع إلى آخره. هذا بند أول. البند الثاني والنقطة التي أريد أيضاً أن أؤسس عليها وردت في كلام الدكتور عبد العزيز حول النجومية، وأنا شهدت في مؤسسة الملك فيصل وهنا كيف أن هذا المخبوء الحي من المبدعين الذي لا نعرف عنه، جاءت الجوائز لتكشف الغطاء ويصبح نجما. إنما أريد أن أشير إلى جانب آخر من النجومية التي تعرضت بسبب الذاكرة العربية، الذاكرة الثقافية العربية، وهي من أسف شديد ذاكرة قصيرة. نحن في الست جوائز التي نقدمها ولا واحدة منها تتحدث عن مبدع حي، كلها عن مبدعون رحلوا عن عالمنا هذا، ولكن رحيلهم ورحيل إبداعهم نجم عن قصور الذاكرة، بحيث أن الأجيال الجديدة لم تعد تعرف عنهم. تقول غسان كنفاني مثلا، أو تقول سميرة عزام، أو تقول، وأنا أتحدث عن هذا النوع من المبدعين، أو عن الفنون الأخرى، تكاد هذه الأسماء التي قبل 40 سنة كانت نجوماً تحلق في أعالي السماء، ولكنها خبت وانطفأت حتى في ذاكرة الأجيال الجديدة. لكن الجوائز أعطت فائدة لم نكن نتوقعها في تجربتنا المتواضعة. حين كنا نسأل الفائز الآتي من المغرب، أو الفائز الآتي من تونس، أو من مصر، أو العراق، أو غيرها، ونسأل كيف عرفت وفزت في هذه الجائزة التي تتعلق بإدوارد سعيد مثلاً، أو بمحمود درويش، أو بسميح القاسم، أو بمعين بسيسو، أو إلى آخره، يقول: لفت نظري، وهون الجانب المادي أيضاً، لفت نظري وأنا محتاج وعندي قدرة على الإبداع، فلفت نظري وكان في مغري مالي، ولفت نظري اسم هذه الجائزة. لماذا هناك جائزة باسم سين من الناس؟ لماذا هناك جائزة باسم صاد من الناس؟ فبدأت أبحث وأنقب لأكتشف أنني كنت غائبا تماما أنا وجيلي عن هؤلاء المبدعين الذين طواهم التراب وطوتهم الذاكرة. وبالتالي الجوائز لها قيمة أساسية مهمة، يعني هي ألقت حجراً، بل ربما أكثر من حجر، في البركة الراكدة، كي أستعمل التعبير اللي تفضلت فيه، لكننا نطمح إلى أن تلقي كومة من الحجارة في إثر كومة من الحجارة، عسى أن تنتعش أكثر حركة الترجمة وحركة الإبداع وحركة النشر وحركة القراءة. أنت تذهب إلى محاضرات، إلى ندوات، من أسف شديد يكون فيها عدد المتحدثين أو عدد الشعراء مساوياً لعدد الحضور. هذه مشكلة إضافية تتعلق أيضاً باللغة العربية وبالمبدعين وإبداعاتهم. الجانب الأخير الذي ورد في معرض سؤالك هو حول الجوائز. يعني أخي الكريم، ليس هناك أبيض وأسود، ما في ثوب ثقافي أو غير ثقافي ناصع البياض، لا بد من بقع سوداء تنال من هذه الجائزة أو تلك في هذا الموضوع أو ذاك. لكن الطابع العام، الطابع الأساسي، هو طابع مضيء
وجدير بأن يتابع. وشكرا. أبدأ مما توقف عنده الدكتور أسعد. فعلا الجوائز ليست كلها بيضاء وليست كلها سوداء، ولكن هناك كما قال بعض البقع في الجائزة، لكن المفهوم العام أن الجوائز مهمة. لولا الجوائز، على سبيل المثال، نحن اليوم في العالم العربي لا نستطيع أن نعزز من فكرة المختار في الآداب العربية المعاصرة، سواء على مستوى النصوص الإبداعية أو حتى على مستوى البحوث والدراسات. أعتقد أن المؤشر هو وضوح نظام الحوكمة في كل جائزة. لا ينبغي أن تكون هناك جائزة بعد مرور سنوات عديدة تطرح سؤالاً على لجانها، أو لجانها تطرح هذا السؤال على مجلس أمنائها ولا يوجد لديها رداً، يعني يوجه عملية الفوز أو الاختيار. إن سلمت هذه الأمور وحددت، أعتقد أنها ستوصل للنتائج المرجوة. لا شك أن الجوائز كما تفضل الأستاذ أستاذنا عبد العزيز حينما أشار إلى مثال مهم جدا للأستاذة الدكتورة التي نرحب بها وهي موجودة بيننا، سوزان ستيتكيفيتش. من سوف يكرم مثل إنتاجها إذا لم يلتفت لها العالم العربي؟ أتصور وافق أيضا الدكتور أستاذ طالب الرفاعي على ما تفضل وأشار إليه بأن الجوائز هي ضرورية وضرورية للغاية. وهنا أشير إلى نموذج مهم وملهم، ولعله النموذج الوحيد والفريد مثل ما أعرف في العالم العربي، وهو نموذج جائزة الملك فيصل، لأنها جائزة تعتمد على يعني على استدامة. هي جائزة خصص لها وقف، وهذا الوقف هو الذي يعني يساعدها على الاستمرار، فلديها رؤية مستقبلية على هذا الأساس. والذي يقوم بهذه العملية لا أظن أنه يخلق جائزة من أجل أن لا تحقق أهدافها. الشكر. شكرا جزيلا للأساتذة الكرام على هذا العرض. والحقيقة أنه يعني فيما تبقى من الوقت، ولم يبقى إلا 10 دقائق، يعني أود أن أعطي المجال للجمهور الكريم إذا كان هناك أسئلة يحبون أن يوجهوها إلى فضل. أولاً بدي أتشكر أكيد اسمحوا لي أعرف عن نفسي. أنا حالياً الدكتورة ميادة كيالي، كنت سابقاً المهندسة ميادة كيالي، وكنت قارئة ودرجت بحياتي بمحطات عديدة، فحتى أصبحت بوقت من الأوقات كاتبة، ثم أصدرت إصدارات علمية، واليوم أنا مديرة دار نشر، وبتقدم لجائزة ب
بكل يعني قدمت كمشاركة وقدمت عن دار النشر، فعندي محطات بهذا الموضوع. لكن أنا بدي أحكي من 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 مبدأ كتير هام الجوائز أكيد لرفع مستوى الإنتاج المعرفي ولتشجيع الكتاب والباحثين، لأنه نحن في أوطاننا العربية بحالة فعلا مزرية. ولكن بيبقى هون جانب الكتاب، بعد ما أنا عملت له ترويج وعملت له جوائز وتعريف وكل ما هنالك، كيف بده يوصل للقارئ العربي، القارئ اللي عم بيدور على لقمة العيش وما عم بيلاقيها؟ نحن بدور النشر عم نطبع بألف نسخة أو 500 نسخة ويا دوب إنه نمشي فيها. لذلك أنا بحض طالما موجودين السادة يعني بحييهم وبهنيهم على جهودهم الجبارة يعني في هذا المجال، أنا بحض إنه يكون في مثل ما نحن بنبعث إعانات لغذائية للمجتمعات، إنه نبعث إعانات لعمل مكتبات محلية بالدول العربية، لأنه هي بتساعد على إنه تكمل المسيرة وتكتمل هالحلقة من التعريف بالمؤلف والمفكر إلى الوصول إلى القارئ. شكرا. أي سؤال ثاني أيضا؟ تفضل أستاذ. أنا سؤالي في عجالة، يعني سؤالي في عجالة هو دائما يعني تقتصر الجوائز على مجالات الأدب والعلوم الاجتماعية، وبعض الجوائز تنص على شرط أن تقتصر الأعمال المقدمة على هذه المجالات، إما الأدب أو العلوم الاجتماعية أو الإنسانية بالمنظور الواسع. لكن لماذا يستبعد مجال تبسيط العلوم؟ يعني نحن بحاجة إلى تجسير العلاقة بين المتخصصين في العلوم الطبيعية وبين القارئ العربي. يعني أرى أن عدد كبير من الناس سؤال فكرة وصلت. أستاذ تفضل. السلام عليكم، مساء الخير، شكرا لكم. سؤالان سريعان للدكتور عبد العزيز والدكتور علي بن تميم. السؤال الأول، ألا يمكن أن يكون هناك تنسيق بين الجوائز العربية بحيث يكون لدينا ما يمكن أن نسميه جائزة الجوائز، جائزة ممكن ترعاها جامعة الدول العربية أو غيرها وتكون جائزة ضخمة جدا وموجهة للعالم أجمع؟ السؤال الثاني اللي لفت نظري إليه الدكتور علي بن تميم اللي هي الاستدامة، ألا يمكن أن تكون الجوائز المقدمة للمؤسسات وليست للأفراد جوائز تضمن الاستدامة، بمعنى أن تمنح المؤسسة التي تنال الجائزة اشتراكا في وقف معين أو في استثمار معين يضمن لها استدامة مشروعها؟ أظن السؤال واضح مفهومة ولا يحتاج شرح دكتور علي؟ يعني الصورة أخرى، إذا منحت مؤسسة من المؤسسات جائزة، بدل أن أمنحها جائزة نقدية قد تنفقها في أول سنة وتنتهي، نمنحها مجموعة من الأسهم في شركة استثمارية أو مجموعة من الأسهم في شركة وقفية يضمن لها هذا استدامة الجائزة فيما بعد، يعني تستثمر هذه الجائزة لرحلتها العلمية التي تسير فيها. ألا يمكن أن تفكر الجوائز العربية بهذا المنطق؟ شكرا. شكرا جزيلا، أنا استمتعت جدا بكل ما سمعت، و أنا متفاجئة من مستوى المشاركات فعلا لم أتوقع هذا، وبالتالي سعيدة جدا. سؤالي، لماذا يعني الجميع ذكور، لماذا ليس هنالك أنثى على هذا في هذا اللقاء بينكم؟ انتهى، شكرا. السلام عليكم، معكم أنا الصافي كاتبة. مداخلة بالنسبة للجوائز، لماذا لا يوجد في لجان التحكيم الفئات العمرية الشباب؟ دائما كبار السن الدكاترة الجامعيين، لماذا لا يوجد شباب؟ لماذا لا تشارك أندية القراءة؟ يوجد كثير من أندية القراءة في الوطن العربي وأثبتت جدارتها ولديها المصداقية أيضا، لماذا لا تشارك في التحكيم؟ مسألة أخرى، وهي أن الجوائز أيضا ساعدت في انتشار حركة النقد،
التناول بحصافة لكل الكتب الفائزة بالنقاش عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية، وهذا أمر أيضا جيد يضاف للساحة الثقافية بشكل إيجابي. شكرا جزيلا. يكفي هذا. آخر سؤال بشار شبارو. حقيقةً بشكركم على هذه الندوة الطيبة، بس بدي اختصر موضوع. أنا ناشر وأمين عام اتحاد ناشرين العرب، وأعترف أنه الكتاب والمؤلفين العرب مظلومين مادياً مع الناشرين بسبب الأوضاع الاقتصادية. بدوركم كمسؤولين عن الجوائز حقيقةً بتساعدونا كثير بالتوازن في حركة صناعة النشر. ولا أخفيكم، كثير من الناشرين بعض الأحيان بيشوفوا كتاب مهم جدا بيخافوا من نشره بسبب تسويقه وبيعه وإلى ما هنالك، لكن بينفذوه إكراما للدخول إلى الجوائز، لأنه يعتبروا هذا كتاب قيم، ولو ماديا لا ينفع، لا يعني مش لا ينفع، ماديا لا ينجح، لكن يقدم للجائزة قد حتى المؤلف يأخذ حقه على الأقل المعنوي والمادي فيه. وأنا بشدد دائما تبقى الجوائز للكتاب والمؤلفين، الناشرين بدبروا حالهم بأمورهم التجارية. والله يعطيكم العافية. اي نعم، شكرا جزيلا. للإجابة عن سؤال لماذا لا توجد الأخوات، طبعا نحن في منتدى الجوائز العربية معنا بعض الأخوات مسؤولة عن بعض الجوائز، لكن أحسسنا نحن في المنتدى أن هذه مشكلة، ولذلك في أكتوبر الماضي كنا في الرياض نعقد اجتماع منتدى الجوائز العربية، فكان هناك ندوة كبيرة الحقيقة كانت تعالج موضوع المرأة والجوائز العربية، سواء فوزا تحكيما أو حتى مسؤولية يعني، فهذه القضية مطروحة نحن لدينا، ولعلنا ننجح إن شاء الله في أن ترون في العام القادم 3 أو 4 أخوات هنا بدلا منا يعني إن شاء الله. الحقيقة الأستاذ بشار شبارو سؤالك فعلا مهم، لكنني أنا أتوقع من الناشر العزيز إذا كان ينشر 100 كتاب يرى أن فيها جانب ربحي فلينشر 2 أو 3 يرى أنها لا تمثل ربحا لكنها تمثل قيمة علمية، وهذا مهم. بالنسبة لسؤال الجوائز تركز، لا هناك جوائز، والملك فيصل واحدة منها، عندنا جائزتان نحن لدينا، واحدة في الطب وأخرى في العلوم، جائزة الكويت في التقدم العلمي أيضا معنا من الجوائز التي تركز على الجانب الحقيقة العلمي، وهناك عدد من الجوائز. سؤالك عن الجوائز، هو الحقيقة نحن أخذنا يمكن اتجاه آخر، لا نملك، وكانت هذه القضية مطروحة لما لا يقوم منتدى الجوائز العربية باعتباره منتدى عربي أو كيان عربي ثقافي، يقوم هو بإنشاء جائزة لكي ينافس نحن أنفسنا، الحقيقة غير مطروحة بهذه الصورة. لكن الصورة الأخرى التي طرحناها نحن وبدأنا فعلا في تنفيذها هو تكريم العاملين في حقول الجوائز العربية، سواء كانوا أفراد ساهموا في جوائز سابقة أو مؤسسات تقوم بالدعم أو بالتعريف بهؤلاء الذين يدعمون هذه الجوائز العربية. هل هناك سؤال يجب أن نجيب عليه أنا؟ أترك للزملاء الآخرين. بالنسبة لي اسمحوا لي أنني لن أذكر أسماء، لأني بعض الأسماء لا أعرفها ولا أذكر من سأل، أخذت ملاحظات سريعة. بالنسبة لتبسيط العلوم أعتقد كل الجوائز بكل فروعها منفتحة عليها، وهناك جوائز كثيرة في هذا الجانب. لكن السؤال الذي يطرح يعني في مسألة المقارنة بين المؤلف في العالم العربي والمؤلف على سبيل المثال في الولايات المتحدة أو في فرنسا أو في الغرب أو غيرها، نجد أن هناك برامج ومنح تقدم من قبل الناشر للمؤلف، هذا المستوى لا يوجد في العالم العربي، ولدينا ناشرون هنا قد يعني يصححون إذا كان موجودا، وأعتقد على هذا الأساس الجوائز ضرورية. بالنسبة للأسهم بدل، إذا هكذا فهمي كان صحيحا،
بدل القيمة المادية، لماذا لا يتم استثماره بحيث يعني يظل تظل الجائزة مستدامة؟ أتصور هذا يعود للجهة التي تستلم الجائزة. أذكر في عهد الشيخ زايد رحمه الله أسس كرسي في الجامعة الأمريكية بيروت للشيخ زايد، وقدمت دولة الإمارات دعما سخيا لهذا الكرسي، فقامت ذلك كان قبيل 30 سنة أو 20 سنة لا أذكر التاريخ تحديدا، فقامت الجامعة الأمريكية بيروت بوضع دراسة لهذا المبلغ، وما زال هذا المبلغ يستفيدون منه حتى يوم الناس هذا. قبل هذه الندوة كانت ندوة كلها نساء. أين الشباب؟ لا، هناك كثير من الدراسات أو من الجوائز تتوجه للشباب. ربما إذا أردتم أن أعد الكثير منها، أمس كنا في جائزة البوكر، هناك شباب في جائزة الشيخ زايد، هناك فرع للمؤلف الشاب. لكن المشكلة أنا طلعت على دراسة باللغة الإنجليزية تتحدث عن ماذا يجري للمؤلف بعد فوزه بالجائزة، خاصة بالنسبة للشباب، هل يتوقف أم يواصل، أم يواصل يتوقف بمعنى أنه يكتفي، يعني يشعر أنه بلغ من المجد غاية إذا كان المبلغ كبيرا أو إذا كانت الجائزة مهمة جدا. هناك إشارات في هذه الدراسة تشير إلى أن من هذا المنطلق الجوائز التي تتوجه للشباب يجب أن تكون في الغرب طبعا، يجب أن تكون دقيقة جدا في اختيار الفائز. وهنا قد ينفع المشاريع الاستثمارية بدل الجوائز. شكرا. لو سمحت، هل يحب الأساتذة تضيفوا بس دقائق دقيقة يعني؟ ولا يهمك، أقل من دقيقة. أنا أتكلم عن الاستدامة. سيدي الفاضل، عليك أن تعلم أن وزارات الثقافة في كل الدول العربية ميزانية وزارة الثقافة لا تصل إلى 1% من إجمالي الميزانية في كل الدول العربية. ليس هناك حضوراً للثقافة على مائدة الدول، وبالتالي أن تنبري جوائز لمكافأة جهة ما سواء كان ناشر أو مترجم كثر الله خيرهم، بس واجد بعيد أن تأتي جهة وتستطيع أن تقدم دعماً لاستدامة ناشر أو كذا، لأن الجوائز بعض الجوائز العربية هي أصلاً بالأساس تبحث عن استدامة. شكراً. وفي عجالة أيضا الحقيقة، أردت فقط أن أوضح موضوع، لأن موضوع القيمة المادية أنا لم أقصد يقينا التقليل من شأن القيمة المادية لأي جائزة، لكن يبقى مصدر القلق دائما موجودا أنه نخشى أن تكون الجائزة بقيمتها المادية هدفا في حد ذاته. يعني إحنا نريد أن يكون المبدع مبدعا وأن يكتب لأنه يريد أن يكتب، جاءت الجائزة هذا شيء محمود وشيء طيب، لكن لأنه في بعض الحالات الحقيقة إذا ضغط الكاتب وقته وتعرض لضغوط لمجرد أن يقابل ديدلاين أو تاريخ لجائزة معينة، هذا ما قصدته تحديدا، لكن يقينا تبقى القيمة المادية للجائزة مهمة ومهمة جدا. فيما يتعلق بتبسيط العلوم، أعتقد أن كل الدول، نحن لدينا طبعا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر ولها يعني باع طويل في الجوائز في مجال العلوم. وإذا كنا نتحدث، يعني إذا سمحت لي، وربما نفكر في ندوة قادمة بإذن الله، نحن تحدثنا اليوم عن الفائزين بالجوائز ومن يحصلون على الجوائز، والحقيقة أن موضوع القيمة المادية يجعلنا ربما نفكر أيضا في غير الفائزين، لأن هناك مبدعون كثر ربما أن المحتوى الإبداعي الذي يتقدمون به ربما هو أصلاً لم يتقدم لسبب أو لآخر، وربما تقدم وكانت الفروق بسيطة جداً
في عملية التحكيم بينه وبين من فاز. هؤلاء لهم حق علينا، وينبغي أن نفكر في آليات، ربما ليس بالجائزة، ولكن ينبغي أن نفكر كيف يمكن رعاية هؤلاء المبدعين أيضا الذين لم ينالوا حظا في الحصول على هذه الجائزة. النقطة الأخيرة ليسمح لي سعادة الدكتور عبد العزيز، لأنه الدور على موضوع جائزة الجوائز، والحقيقة أن دور المنتزه الجوائز العربية الحقيقة الآن بدأ يأخذ يعني شكلا وحضورا ونشاطا ملحوظا، وربما أنه في القريب بإذن الله، الآن نحن بصدد إعداد دراسة مهمة جدا ربما ستكون الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، هي دراسة عن الجوائز العربية لنخرج بمؤشرات عن مجالات التغطية، عن الجهات المانحة، عن القيم المادية لهذه الجائزة، عن لجان التحكيم، عن دورية الانعقاد والتنظيم. وأعتقد أن المؤشرات التي سنخرج بها من هذه الجوائز ستكون مهمة جدا في إعطاء صورة واضحة عن ما يجري على مستوى الجوائز العربية في على امتداد الوطن العربي الكبير، وسيكون لها دور مؤثر أيضا في ربما إعداد توصيات تساعد في تحسين المشهد في المستقبل بإذن الله. وشكرا جزيلا. باسمكم جميعا أتوجه إلى الأساتذة الكرام بالشكر الجزيل على هذه الندوة القيمة التي استمعنا فيها إلى أفكار مهمة فيما يتعلق بالجائزة العربية عموما، ما تواجهه من تحديات وما تصبو إليه من أمال. شكرا لكم جميعا، والشكر للأساتذة مرة أخرى.